زينب، محطتنا التالية لليوم مع صوت سوري أصيل يجدو فيأخذك الصوت إلى فضاءات الحياة والعشق والأمل، تهوى الغناء وتحرص على كتابة كلمات أغانيها بنفسها، أما اللحن فينساب مع ترنيمات العشق لتأسر من يسمعها حتى تحلق به إلى عوالم الزمن الجميل، زمن الأصالة، زمن العمالقة الذي تربطها به أواصر لا تكاد تنفصل. أكيد سلمى فنانة بالفطرة وموهبتها أخذتها من دراسة الأكاديمية وهي الهندسة، ومع ذلك الدراسة كان لها دور بترتيب حياتها الفنية، جمعت بفنها بين التراث الأرث التراثي والفن الحديث اللي بيحمل بمضمونه قيمة وهدف فني جميل جدا. ابنة الساحل السوري الفنانة بادية حسن، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بلادية. حابين نصبح على كل مشاهدينا بأغنية، شو بتسمعين؟ ايه أكيد طبعا، رح أبدأ بأغنية من ألحان العظيم بليغ حمدي. يلا كلنا سمع. حبيبي مهما سافرت مهما بعدت ومهما غبت روحي عني قريب مني. حبيبي مهما سافرت مهما بعدت ومهما غبت روحي عني قريب مني. مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق، مستنياك تعبت تعبت من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق. حبيبي حبيبي نسلم هالصوت ويسعد صباحك عن جديد. يعني بادية المشوار ما كان سهل ابدا ولا كان هيك مفروش بالساهل مثل ما بيقولوا، وخصوصا انك اخترتي الدرب الصعب اللي هو الفن هذا الزمن، نحكي شوي عن هذا المشوار. ايه اكيد ما كان سهل، بس لما بيكون يعني الواحد مؤمن بموهبته وبالشيء اللي عم يعمله بيتسهل شوي دربه، لانه بيكون مصمم يعني التصميم، وانه انت تعرفي حالك انه طريقك تحاولي توضحيه، تعرفي حالك وين عم تروحي شوي بيسهل. بس بهيدا الزمن اكيد الاصاله صارت يعني عمله نادره، ودائما اللي بده ينجح يمكن باديه باي شيء في طريق صعب وتجارب لازم يمرق فيها لحتى يحقق الهدف. خلينا نحكي عن ايضا كتابتك للاغاني الخاصه وخاصه بالوطن، كتبتي اغنيه بعنوان شقام، نحكي عنها اكثر. نعم ايه اكيد طبعا. اولا انا يعني صح انا اشتغلت اكثر حفلاتي وشغلي برات سوريا للاسف، مع اني انا انطلقت من دار الاوبرا يعني اول انطلاقتي، بس بالنسبه لي انا عاشقه لسوريا، وين ما بروح يعني شو بتقول فيروز حاملي بلادي بعيني. فعملت اغنيه مغنات للشام، انا كتبتها ولحنتها ووزعها وحط الموسيقى الاستاذ رعد خلف. هي هذا الكلام كان ب 2014 وكانت الشام لسه جريحة وكانت الصواريخ الجراد يعني عم تمطر على الشام. رغم ذلك يعني أنا ما قبلت أني سجلها لا ببيروت ولا بالقاهرة، سجلتها بالشام باستديو الأستاذ رعد. شام الصمود. شام الصمود طبعا. خلينا نسمع منها شيء. شقام. لك الحمائم والفراشات، لك
التمائم والصباحات، لك التحايا والغوايات، لك الحنين والأغنيات. شآم يا أم الدنا تملكني عشق بك، تملكني شوق لك، تملكني عبيق الضوع من ياسمين فوق خديك. سلم هالصوت. سلم هالصوت. يعني شآم هي أغنية من الأغاني الكثير اللي أنت قمتي بتأليفها وغنائها. خلينا نحكي عن مجموعة كبيرة من الأعمال اشتغلتي عليها برصيدك الخاص. نعم، أنا بدأت أول شيء بدار الأوبرا بدمشق، كتبت ولحنت ترنيمة اسمها مريم البتول، قدمتها بمهرجان قصارة الروح 2010، وهي الحقيقة حازت على جائزة أفضل ترنيمة عمل ترنيمة. ومن هون انطلقت وحسيت عن جد، يعني حسيت بمسؤولية فعلا، مثل ما بينقال تماما انه بيحس الواحد بمسؤولية لما اول ما بيبدأ بياخد جائزة. اشتغلت على نصوص لحنت، طبعا انا كتبت نصوصي بس لحنت كمان لنصوص غيري، يعني لحنت لمحمود درويش، لحنت لأدونيس، للحلاج، دخلت بالصوفيات، كلها كانت تجارب وسجلتها الحقيقة. بس أنا إذا بتسأليني شو، أنا بكون مستمتعة أكثر لما أنا كمان بكتب الكلمة، لأنه بتكون طالعة من روحي، يعني تحسي فيها وبمعناها، بتكون طالعة من روحي حقيقة. يعني بعدها كمان دعيتي من قبل مسرح بابل بلبنان، وقدمتي حفلتين ذهب ريعة أيضا لمرضى سرطان الثدي وجمعية، وأيضا بعام 2013 أقمتي حفل أغني لك سوريا بقصر اليونسكو بلبنان. أغنيكي سوريا. أغنيكي سوريا بقصر اليونسكو بمساعدة فنانين رحل أنطوان حرب والمسرحي رفيق علي أحمد، وغنيت يوما لسوريا. خلينا نحكي عن الحفلتين. الحقيقة أنا علاقتي ببيروت يعني صارت غنية وقديمة، لأنه أنا من 2012 لحد هذا التاريخ بالسنة عندي كان حفلة ببيروت، والجمهور اللبناني الحقيقة بيروت يعني ما فينا ننكر هالشيء أنه هي عاصمة فنية مهمة جدا. فلما بدأت أنا بهدول الحفلتين، طبعا بعد عملت كتير بمسرح بابل، بس هدول كانوا حفلات خيرية، كانت حفلات جماهيرية، وبنفس الوقت الريع تبعها كان لقضية إنسانية. يعني أغنيكي سوريا كان إلها طعم تاني، لأنه أنا كمان كنا موجوعين كلنا ب 2013، كان يعني الجرح لسه طري، فاستهليت بعمل عطانية كتبه الشاعر زاهي وهبي وأنا لحنته، دمشق اسمه. وكان التفاعل حقيقة الجمهور كان كتير رائع ونخبوي متفاعل، حتى أنا اللي بذكره أنه كلنا بكينا، أنا والجمهور بكينا لما قلت المقطع الأخير دمشق. طب خلينا نسمع المقطع الأخير، بس ما بدنا نبكي، نحن عم نعيش هلأ فرح وانتصار. أكيد طبعا، لهيك أنا ما حابة لأنه هي كتير حزينة الأغنية يعني. خلينا نسمع شيء منها بسيط. دمشق 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 يا دمشق، تفاحة الشرق وردة الأزل، هاي القفلة كانت، أنا قلت الخاتمة. يعني أعمال كثيرة وتعاون مع أسماء كبيرة، هذا الشيء يمكن كان بنفس الوقت هيك أعطاكي دفع كبير ومسؤولية كبيرة لكل عمل بتشتغليه، إضافة لتوجهك بالأساس لنوع معين من الفن وهو الفن الطربي أو الفن الأصيل. نحكي شوي عن تعاونك مع فنانين كبار. بالتأكيد طبعا هذا بيعطي مسؤولية كتير كبيرة. الحقيقة أنا مؤخرا تعاونت مع الموسيقار السوري صفوان بهلوان بأغنية بقى من كلمة، كلمات للشاعر حاتم حسين والألحان أستاذ صفوان، وهي من عملها من 30 سنة، بس هلأ أنا أحيتها وأخذتها لأنه هي الحقيقة ما في فنان غناها بصوته، يعني سجلتها بالقاهرة وهي عمل طربي كتير حلو
وكثير مهم من اهم الحانه الاستاذ صفوان. كمان تعاملت مع الموسيقار سامي الحفناوي، عملت مغنات لمصر مؤخرا وكمان سجلتها بالقاهره، انا كتبت كلماتها والموسيقار سامي الحفناوي حط الموسيقى لحنها يعني، ودكتور إيهاب عبد السلام وزعها. يعني انه حتى لما بتعامل مع كل هدول الكبار واللي انا كثير مؤمنه بشغلهم وهن يعني شو بيقولوا علامات يعني، بس انا عن جد بكون مبسوطه بالحاني، انا بكون حاسه اكثر شيء بالشيء اللي انا عملته. طيب بعد كل فنان بيتاثر بمطربين معينين، وانت مبين عليك تحبي الفن التربي او اللون التربي، خلينا نقول مين اكثر شيء بتسمعي، بمين تاثرتي، هل بتفكري في اغنيات قديمه حابه تجدديها بشكل جديد وبصوتك لتحطي بصمتك عليها تضلبي يمكن سجلك؟ لا انا مجدده كثير يعني اغنيات، مشان ما ننسى هلا يا حمام يا مروح اغنيه فيروز يعني ايديك، انا مجددتها ومغنيتها بكذا حفله. اي الحقيقه انا اذا بدك خليط من يعني انا من انا وصغيره كثير بسمع موسيقى يعني، فانا خليط من كل هدول، خليط من النغم الشرقي، من ام كلثوم، من عبد الوهاب، من الرحابنه ربوني الحقيقه، ربوا ذائقتي اذا بدك مثل ما ربونا كلنا يعني. اسمهان الصوت الرائع، انا متاثره ببليغ حمدي كثير، وحتى بوجودي بالقاهره اسست هيك مع الاصدقاء جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء محبي بليغ حمدي يعني. اذا بدك خليط من كل هدول، انا حتى اذا بدك خليط من بيتهوفن كمان لاني كمان بسمع شوي غربي، فحتما انت لما بتغني روحك بكل هالتجارب لابد انه لما بتطلعي شيء يطلع شيء مختلف حامل بصمتك، بس بتكوني اكيد متاثره لانه هدول بقى بلا وعيك بيقولوا. صحيح. يعني من هذا الخليط الجميل ومن الاعمال الخاصه كمان فيكي، شو بتحبي تسمعينه من اعمالي الخاصه؟ انا هلا مؤخرا في عملت اغنيه عاطفيه كتبتها انا ولحنها الفنان ريان الهبر في بيروت، سجلناها شو بموت فيك. يلا بنسمع شوي منها. شو بموت فيك، شو بموت فيك، بعيش ايامي الك، روحي تناديك، روحي تناديك، وسع المدى تتأملك. شو بموت فيك، شو بموت فيك، بعيش ايامي الك، روحي تناديك، روحي تناديك، وسع المدى تتأملك. ما بخاف من عتب الهوى، أحلى ما عشناها سوا، عمري يا حبي ما ارتوى، وكله خبيته إلك، كله خبيته إلك. سلم هالصوت، سلم هالصوت، سلم هالصوت. طيب خلينا نحكي بعد شوي، يمكن دائما بنقول بسوريا في مواهب كتير مبدعة إن كان بالفن وإن كان بأي مجال أخرى، عم نلاحظ أنه في كتير مواهب سورية عم تبدع برا، في عند طريق الفنان يمكن نقص بشركات الإنتاج، هذا الشيء صار معروف وبديهي. أكيد طبعاً. بس خلينا نحكي شوي، لما يكون في فنان في طريق صعب شوي، كيف ممكن يثبت حاله إذا كان عنده هي الموهبة؟ كيف فيك تعملي بصمة كفنانة سورية على الساحة العربية؟ والله شوفي، هي فيها ثلاث محاور. أول محور أنت تفضلتي فيه الإنتاج، الإنتاج شيء كتير مهم، وبالإضافة للإنتاج في التسويق، الماركتينج. صحيح. التسويق كتير مهم، واليوم أكثر شيء يعني عم يعمل هذا الانتشار السوشيال ميديا الحقيقة، شئنا أم أبينا، وليست محطات التلفزة، مع احترامنا لها كلها ممكن تكون كتير محطات كتير مهمة، بس اللي عم يعمل هيدا الانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. طب هل فكرتي أيضا تستغلي مواقع التواصل الاجتماعي يعني تنشري موهبتك وتنشري الغناء؟ أنا عم يساعدني هالموضوع كون أنا عندي صفحة على الفيسبوك بروفايل، وعندي بيج صفحة إعجاب، وعندي شانل على اليوتيوب وعلى الإنستغرام. أكيد اليوم ما فيك تقولي أنه أنت لا أنا بدي أقاطع هاي الوسائل، هي وسائل مساعدة للانتشار ولحتى صوتك يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس،
الشيء الثاني، المحور الثاني بدي أقوله هو التبني. يمكن أنا شوي ساعدني الموضوع، طريقي ما كان صعب مثل غيري، لأنه أنا الحقيقة ببيروت صار حالة احتضان من الوسط الثقافي، يعني جريدة السفير، جريدة الأخبار، بشكل عام الوسط الثقافي احتضمني الحقيقة. هيدا شيء كتير ساعدني، وكمان هني آمنوا بالشيء اللي عم أقدمه. يعني أكيد لما لو عم أقدم شيء هايف ما رح يتبني، رح روح بمطرح تاني بقى. كنت التبني والاعتراف، يعني في سوريا يمكن أكتر بلد، أنا كتير بتنقل وبعمل حفلات وبسجل بعدة بلدان، أكتر بلد شفتها عندها مواهب وعندها كنوز، سواء على مستوى الصوت، على مستوى الفن التشكيلي، على مستوى العقول. العقل السوري عقل كتير مهم وكلها مواهب. نحن بينقصنا هيدا الموضوع حتى قبل الحرب، بس بعد الحرب زادت بحكم انه يعني تعبانين نحن وطاقتنا عم تروح على غير شيء. رغم انه بعد حتى وقت الأزمة او بفترة الأزمة اللي مرقت على سوريا، خلينا نقول طلعت مواهب اكتر، اكتشفنا مواهب اكتر، طلعت افكار جديدة حتى بسوريا، طلعت افكار جديدة. يعني صرنا نشوف شباب سوريين عم يخلقوا من لا شيء شيء، فهذا كمان شيء كتير مهم. طبعا هي شو بيقولوا، من يعني من رحم المعاناة بتطلع بيطلع الإبداع. انا معك، بس انا كمان بتمنى انه يكون يعني نكون مرتاحين نحن كفنانين او كشباب مبدعين. لا انا بحب الانسان يبدع وهو مرتاح اكثر، يعني ما رح يضل الانسان عايش بالمعاناة كل عمره. يعني اكيد اكيد. يعني اضافة للموضوع او النقطتين المهمين اللي حكيتي فيهم، ومنهم التبني، يعني انت كنتي محظوظة بتبنيكي من وزارة الثقافة، وبالذات دار الاوبرا اللي بدأتي منها، وهي منصة كتير مهمة وإلى قدر. انا ببلدي كنت محظوظة، يعني فعلا وزارة الثقافة، ما بس بدار الاوبرا، انا دعيت لعملت يوم الشعر العالمي بطرطوس احييتهم 2015. بس كمان انا شوي كنت مقصره لان انا ما كنت موجوده، يعني انا وقتها عم اندعى، كنت لحفلات برا وعم روح بحكم السفر والتجول. إيه؟ بشكل بس انا ماني حالة عامه، كنت محظوظه انا، ويمكن كثير فنانين كانوا محظوظين بتبني وزاره الثقافه ببلدي بسوريا او بلبنان او حتى بمصر كمان، يعني ذات الشيء. بس في فنانين بحاجة مين يمسك بإيدهم، وخاصة إن إذا كانوا صغار. تماما. يعني أنا بدأت شوي بعمر نضج، بس في منهم بيكونوا صغار وعندهم موهبة خارقة، بيضطروا يروحوا على The Voice أو أحيانا بيتعذبوا، ما دايما بيتوفقوا. برامج اكتشاف المواهب لا يبرزوا ويوصلوا يمكن رسالة وطن، بس ما دايما بيتوفقوا يعني الحقيقة. صحيح، لكن على القليلة إنه حاولوا محاولة. إيه بس أنا بتمنى، يعني أنا كنت عاملة هاشتاج اسمه يا غايبين ارجعوا. صحيح. بتمنى الكل يرجع ويغني سوريا بالمواهب بكل شيء، مشان هالبلد نرجع نعمره بكل شيء. اكيد، بما انه هلا عم نعيش جوا انتصارات عم يحقق الجيش العربي السوري على كل الجبهات، اكيد هذا الشيء عم ينعكس علينا ارتياح نفسي. يعني كمان بعدي بدنا نسمع شيء منك كمان، اذا بتحبي تسمعينا شيء قديم. رح سمعكم العمل فيروز اللي فيكم عنه، يا حمام يا مروح بلدك. يعني أنا بالنسبة لي هي بعتبرها أغنية توازي للأغنية الوطنية. صحيح. يا حمام يا مروح بلدك متهدني، خليني أنوح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح، يا حمام يا مروح بلدك متهني، خليني أنوح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح، إن شفت حبايبي وراحت لهم فكرهم بعذابي في حبي. إن شفت حبايبي وراحت لهم فكرهم بعذابي في حبي، سلم لي عليهم واحكي لهم على نار الشوق اللي في قلبي. سلم لي عليهم واحكي لهم على نار الشوق اللي في قلبي.
هتاخدني معك يا حمام يا حمام يا مروح يا حمام يا مروح بلدك متهني خليني أنوح وانت اللي تغني يا حمام يا حمام يا مروح. سلم هالصوت. سلم هالصوت. يعني بادية قبل ما نختم معك سريعا، هل في شيء جديد عم تحضري له؟ ايه اكيد طبعا. شوفي انا دايما بقول انه اذا مرق علي يوم باخر اليوم ما عملت شيء لمشروعي الفني بكون مقروقه وقلقانه، يعني لابد كل يوم اعمل فيه شيء ولو انه فيديو صغير. هلا في تحضير لالبوم مع الموسيقار سامي الحفناوي بالقاهره، مسافره انا بعد شهر اذا الله راد، وكان قبل بس انا ما فيني ما صيف باللاذقيه يعني اكيد. السفر اليوم احلى. ايه طبعا ما في احلى من بلدنا الحقيقه. وفي هلا مجموعه قصائد صوفيه للحلاج، ل شايله مقطع للمخزون السنجاري، هلا بطور تلحينهم انا. ان شاء الله اذا اجانا السبونسر وقدرنا وصار معنا مصاري رح نسجلهم يعني بالاستديو. شكرا. احنا اكيد بدنا نشكر وجودك بادية معنا، وبدنا نقول لك موفقه بكل المشاريع اللي عم تطمحي لها، خلينا نقول ان شاء الله بتتحقق، ونشوفك اهم صوت سوري عم بيمثل سوريا ويحمل رساله بلدنا لكل العالم. شكرا لوجودك. شكرا معنا. شكرا لكم لفريق الاخباريه السوريه، بشكركم. شكرا لك وشكرا لحفظك للفن الاصيل. شكرا كثير. الله يخليكم. شكرا كثير اكيد.